يفوزون اليوم؟ إن شاء الله إن شاء الله 3-1. بس الاتحاد ترى يخوف. أكيد فريق كبير العميد، بس يعني إن شاء الله إن شاء الله نكسب. من أحسن لاعب في النصر؟ أحسن لاعب يعني من زمان وكذا ماجد عبد الله. والحين والله اللي قاعد يقدم مستويات ريان بلال. ماجد عبد الله ما كنت شفت له مباريات؟ إلا كثير. أنت ما لحقت على ماجد عبد الله صح؟ طبعا ما لحقت، لكن أنا يعني أشوفه، أحاول أشوف اللابتوب، أشوفه بأي شيء. يعجبك ماجد عبد الله؟ أكيد لاعب كبير. طيب. لاعب كبير وهداف. من متى وأنت تشجع النصر؟ والله تقريبا من زمان، يمكن من 5 سنوات كذا. طيب النصر قدم مستويات الموسم هذا؟ والله قدم مستويات كبيرة. طيب والشوط الأول الحين قدام الاتحاد انتهى 1-1، راضي أنت ولا ما تراضي عن الشوط الأول؟ والله صراحة يعني ما يراضي شوي، الاتحاد كان مسيطر مرة على نص ملعب وكذا. يو أنت صريح والله تعجبني. شكرا.